ألف سرزة وسرزة معي أنا لقمان دير. هكذا حدثنا هردبشت. طيران فوق شارع العابد، كتبت لكم هذا من مكتبة أبو محمد ذات يوم، حيث صديقاي الشابان محمد وعبودي، وقد قدم محمد البكالوريا 3 مرات حتى فاز بها شحطا. ومثل ما بتعرفوا البكالوريا الشحط غالي على قلب صاحبة كتير، خاصة وقت اللي بياخدها بالمرة الثالثة السابتة. لذلك غضب حمودة كثيرا عندما قللت المفاضلة من شأن بكالوريتو، حتى أنها لم تنل قبولا ولا بمعهد، فقرر تدليل بكالوريتو فأخذ سياحة وشمت هوا معه على الأردن، واعدا إياها ألا يعود إلا وقد سجل عبرها في أكاديمية الطيران المدني، نكاية بالمعهد الصحي الذي لم يقبله حتى في الحسكة. لكن العين بصيرة واليد قصيرة، هذا ما قاله حمودة لشهادته، لأنه دراسة السنتين بتكلف 3 ملايين، فعاد بخفي حنين. فقلت له إيه إنه شو بدك بالأردن بثلاث ملايين؟ هون بتدرس طيران مدني بدون دراسة وبدون مطارات وبدون مدارج، والشغلة ما بكلفك شي غير قلة ذوق وقلة أخلاق وقلة فن، وشي بسيط ما بين 5000 ليرة يعني 100 دولار أو 10,000 ليرة إذا شقت حالة. وبعدها ستحصل على شهادة، صحيح أنها لن تعلق على الجدران لكنها ستبروز في الجزدان، وستظهر لعمه الشرطي برفقة الحبيبة الزرقاء المية، فيأخذ الزرقاء ليلعب بها ويعيد لك الشهادة كي تكمل لعبك وطيرانك، فتطير بسيارتك يا عزيزي الطيار في شارع 29 أيار، وستسرع أكثر كلما اقتربت من ممر المشاة، بل وإنك ستدعس من تسول له نفسه أن يمر من المشاة، وتحلق أعلى وأنت تلف كي تمارس هوايتك المفضلة ألا وهي الطيران فوق شارع العابد، فتركض العباد يمينا وشمال خوفا ليس منك كما تعتقد بل من قلة ذوقك، رعبا ليس منك بل من قلة الأخلاق، هلعا ليس منك بل من انعدام الفن، ويتركك الماشي تطير، فتطير عابرا المريديان بعد أن صار ديدي مان، حتى تصل إلى الأوتوستراد، فنظنك ستطير أكثر لكنك تهدأ بسبب وجود كاميرات. هكذا قررت عزيزي إنك ما بتجي إلا بالكاميرا، وناولنا دفتر سلك حباب. هكذا حدثنا هردبشت. كنتوا عم تسمعوا لقمان ديركي بألف سردة وسردة عهوى راديو سوريالي.